الأجواء مع مراسلنا من أرض الملعب محمد توفيق ومريم سميح. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام كباتن مصر كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا وجميع متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات استوديو الابطال، مباراه الاهلي وبتروجيت في الكره الطائره في اطار مباراه الجوله 13 من الدوري العام للكره الطائره. كان مباراه قويه النهارده ما بين الاهلي وبتروجيت، نتيجه الدور الاول اكيد طبعا يعني بتطغى على الاجواء هنا، خاصه مع فوز بتروجيت، دي المباراه الوحيده للنادي الاهلي خسرها، لكن اعتقد ان دي كانت يعني زي ما بنقول حاجه فوقت النادي الاهلي. النادي الاهلي بعد هذه المباراه لم يخسر الا شوط واحد، واعتقد انها كانت لعنه على بتروجيت اللي بعدها نتائجه سائد بشكل كبير. تفاصيل اكتر مع زميلتنا مريم. مساء الخير عليك يا كابتن هيثم، وطبعا برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا برحب بضيوفك الكرام طبعا كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا نجومنا طبعا. يعني يا كابتن عايزين نتكلم اكتر عن فريق النادي الاهلي المتصدر الدوري طبعا ب 31 نقطه ما بينه وما بين المركز الثاني نادي الزمالك يمكن نقطتين. النهارده يعني صفوف الفريق مكتمله، ما كل الامور ستيبل الحمد لله. يمكن دي المباراة الأولى في الدور الثاني، طبعا كنا عارفين إن في مباراة مؤجلة ما بين الأهلي وسموحة أو يعني سموحة والأهلي تحديدا. النهارده يعني الأهلي داخل بأريحية كبيرة، عايز يعوض خسارته في الدور الأول أمام بتروجيت، يعني طبعا أكيد لعب 11 مباراة خسر مباراة واحدة فقط أمام بتروجيت، وده اللي هو عايز يعوضه النهارده. يمكن اتكلمنا مع الجهاز الفني، لا يوجد أي غيابات طبعا زي ما قلنا في البداية، صفوف مكتملة الأركان، يمكن ده اللي مدي اريحيه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي، واثقين في نفسهم وكمان واثقين في الفوز. يمكن كمان عايزين نقول ان النهارده يعني الطابع بيغلب طابع اخوي، او يعني عايزين نقول صراع الاشقاء في المباراه، لان طبعا يعني المدير الفني يعني ميدوم صلحي والمدير الفني لبتروجيت هانيم صلحي. عايزين نقول كمان ان في يعني لعيبه كتير جدا تم اعارتهم من النادي الاهلي لصفوف بتروجيت، وده اللي هنعرفه ونعرف تفاصيل اكتر يعني عنه مع زميلي محمد توفيق. كان كابتن هيثم زي ما كنت حضرتك بتتكلم وضيوفك الكرام في المقدمه ان في عدد كبير جدا، او النادي بتروجيت دايما بيقال عليه ان هو الاهلي بيه، ويمكن مدربين ولاعبين كتير جدا لعبوا للناديين. يمكن في اكثر يعني ثلاث لاعبين اعارات من النادي الاهلي، يوسف مرجان، يوسف حمدي الصافي، وعمر زكريا، دول اعاره من النادي الاهلي لبتروجيت وهيكونوا مشاركين النهارده ان شاء الله في اللقاء من بدايته. يمكن كمان في اكتر من لاعب، لاعب شريف ايمن لاعب في النادي الاهلي، علاء قطب، باسل مصطفى، الليبرو النهارده فريق بتروجيت، كل دول سبق ليهم اللعب في النادي الاهلي. اعتقد دوت عامل يعني زي ما بيقولوا حاله تنافس كبيره، ويمكن ده ظهر في نتيجه الدور الاول. وزي ما انتم قلتوا برده في المقدمه، يمكن بتروجيت دايما بيطلق عليه الحصان الاسود في مسابقه كره الطايره، لكن ان شاء الله النادي الاهلي زي ما قلنا النادي الاهلي بعد خساره بتروجيت ما خسرش غير شوط واحد. اعتقد النادي الاهلي قادر ان شاء الله انه يحسم يعني المسابقه بشكل كبير، وان شاء الله يظل على الصداره. وان شاء الله يمكن كمان حابب اقول لك قائمه بتروجيت النهارده اللي هتبدا المباراه، يمكن بيبدا النهارده بعمر زكريا، علاء قطب، مهاب وليد، مروان عاطف، كريم احمد، احمد حماده، احمد عزب، يوسف مرجان، شهاب عزب، اسلام ساجد، يوسف الصافي، شريف ايمن، باسل صلاح، وعبد العظيم عامر. يمكن ابرز الغيابات النهارده اللي بتغيب عن صفوف بتروجيت هو المحترف الكونغولي اكزو، ويمكن في المحترف الثاني ساجد، ده محترف عراقي موجود النهارده في احداث اللقاء وهيكون موجود ومشارك. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كابتن هيثم طبعا يعني اخد من كلام زميلي محمد توفيق، وعايز اقول طبعا عن قائمه النادي الاهلي النهارده: عبد الله عبد السلام، حسام يوسف، احمد صلاح، احمد قطب، احمد سعيد، احمد عبد العال، محمود رؤوف، ريموند، عبد اللطيف، محمد عادل، كراسمر، كمان عبد الرحمن حسين، محمد معوض، محمد رمضان. زي ما قلنا في البدايه لا يوجد اي غيابات. طبعا يعني النادي الاهلي عايز يحسم نتيجه النهارده المباراه في البدايه او يعني مبكرا. طبعا بنتمنى كل التوفيق، وطبعا بنتمنى يعني الفوز للاخ الاصغر ان شاء الله. زملائي العزيز طبعا